السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم القراءة للصف الخامس الابتدائي. عندي موضوع النجاة في الصدق، صفحة 126، مع حل الحوار. النجاة في الصدق. كان في قديم الزمان حاكم يخطب في يوم قائظ شديد الحرارة، وأطال في خطبته، فقام رجل وقال له: إن الوقت لا ينتظرك، والقيظ أصابنا والشمس أهلكتنا، ولا يرضى الله منك هذا. غضب الحاكم وأمر الحراس بحبس الرجل. ذهب أحد أقربائه إلى الحاكم وقال له: إن قريبي مجنون، وطلب إليه إخراجه من السجن. قال الحاكم: إن أقر قريبك بالجنون أخليت سبيله. فذهب إليه في السجن وقال له: اعترف بجنونك حتى يخلي الحاكم سبيلك. قال السجين: معاذ الله، كيف أزعم إن الله ابتلاني وقد عافاني؟ وبلغ ذلك الحاكم فعفى عنه لصدقه ووفائه وشكره لله. معاني المفردات: قائظ شديد الحرارة، أقر اعترف، أخليت سبيله أخرجته من السجن، أزعم ادعي، ابتلاني أمرضني. حوار: أولا، في أي فصول السنة حدثت هذه القصة؟ حدثت هذه القصة في فصل الصيف. اثنين، لماذا أمر الحاكم بحبس الرجل؟ لأن الرجل قال: إن الوقت لا ينتظرك، والقيظ أصابنا والشمس أهلكتنا، ولا يرضى الله منك هذا. ثلاثة، ما الشرط الذي اشترط الحاكم لإطلاق سراح الرجل؟ أن يعترف الرجل بالجنون. أربعة، لماذا رفض الرجل أن يوصف بالجنون؟ لأن الله عافاه وعافى الصحة والعافية، ففرض أن يزعم أن الله ابتلاه بالجنون. خمسة، لماذا عفى الحاكم عن الرجل؟ لصدقه ووفائه وشكره لله. صفحة 128، التدريب. اقرأ الأمثال والحكم والشعارات الآتية: النجاة في الصدق، الوقاية خير من العلاج، النظافة من الإيمان، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، من جد وجد ومن زرع حصد، لا يصدق الكذوب وإن صدق، الصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، عليك بالصدق حيث ترى إنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى إنه ينفعك فإنه يضرك. الإملاء المنقول: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله التوفيق.